السلام عليكم، ما زلنا مع المحور الأول هو لا رياكسيون دو ديسيون نيكليو في سير لو كومبوزي كربوني ليزالديهيد والسيتون. وننتقل الآن للنقطة الخامسة اللي هو باغ لا ديسيون دي لير دو فوسفور اللي هو لا رياكسيون دو ويتيك. إذا فلا رياكسيون دو ويتيك كونسيست أديسيوني أني لير دو فوسفور سواء أنالديهيد سواء سير السيتون اللي كيعطينا من بعد واحد لا غيارونجمون واحد لالسين. وكتسمى هاد لا رياكسيون دي سيكلو اديسيون دو بلس دو. وكيقول لك انه في الحاله ديال لا رياكسيون دويتيك دائما ليزالديهيد غياجيز بلي فيت كو السيتون. هذا دائما خصكم تعرفوها، دائما ليزالديهيد غيتغياجو اكثر من السيتون. اذا هنا كيكون عندنا ان كومبوزي كربونيد. هنا رد معايا البال مزيان باش تفهم، رد معايا البال مزيان باش تفهم. كيكون عندنا ان كومبوزي كربونيد لي هو انه غادي يكون هو سي او مثلا ار1 ار2 بلس انيلير دو فوسفور. يلير دو فوسفور، يلير دو فوسفور. اللي كيتكتب بهذه الطريقه، اول حاجه كيكون عندنا هنا بزاف الفينيل، فينيل 3 بي دوبليزون سي، نديرو ار 3 و ار 4. وكتسمى هاد لا رياكسيون، هادي لا رياكسيون دو ويتي. وجات هنا نسبه للعالم الكيميائي اللي سميتو جورج فريدريك كارل ويتيك، اللي كيتعتبر واحد العالم كيميائي الماني. فكيقول انه ملي كيتغياجا ان كومبوزي كربونيل مع ان لير دو فوسفور، اوكي اشنو كيعطينا؟ عرفت معايا البال؟ كيعطينا انالسين. كيعطينا ماذا؟ انالسين. كيعطينا انالسين، ان ديريفي ايتيلينيك انالسين. هاد الانالسين كيتكتب بهاد الطريقه، عرفت معايا البال؟ هو سي، ها هما لي R1، ها هو R2، ثم من بعد أنه كيكونو بعد لي دوبليزون لي غادي نعرفوهم من بعد، يعني يكون عندنا واحد لا دوبليزون هنا، ثم C، هاد C هدا، ثم كيدير R3 و R4، أوكي؟ بلس كيكون معاه زائد واحد O دوبليزون بي فيني اللي كيتسمى هاد الكومبوزي هذا كيتسمى لوكسيد، حيت فيه ان او ان اوكسيد تري فينيل فوسفين. نكتبها اوكسيد، اوكسيد دو ثلاثة دونك دو تري فينيل فوسفين. فوسفين، اوكي. يلا نرد معايا البال باش تفهم الميكانيزم هو الاول، ما غاديش نهضروا على القضيه حتى تفهم الميكانيزم. فاول حاجه هاد لي ليرتو فوسفور خصو يتحول على شكل نيكليوفيل، دونك غادي يوقع لي واحد فورم ميزومير. كيف ذلك؟ هو ف بي فينيل 3 دوبليزون C R3 و R4. انت دائما كتاخذ واحد سي ديال كومبوزي كربونيل و كتاخذ سي ديال ليرو دو فوسفور و كتلصقهم باش كيعطيناك لالسين. غير انا نعطيك دابا الميكانيزم. فاول حاجه كيوقع لي ان فورم ميزومير، هاد الربح غاتجي لهنا. اشنو غيعطينا مباشره؟ غادي يعطينا ان نيكليوفيل، دونك لا فورماسيون ديال النيكليوفيل تلاقى من لير دو فوسفور اللي هو كنقول عليه بي بلس فينيل 3، حيت هو اللي عطى. دونك هنا غادي يكون هنا سي موان، ثم اغ 3 و اغ 4. عاد دابا كنجيو ماذا؟ الكومبوزي كربون كنكتبو. فعندنا سي، لاحظ معايا مزيان، سي اغ 1
ياك اخ دو طب ليزون او وبوجود نيكليوفيل اللي عندنا اللي هو هذا فينيل 3 بي سي موان اخ 3 اخ 4 اشنو كيعطينا هنا كيوقع واحد لاطاك ديال النيكليوفيل هنا كندرسو لاديسيون ديال النيكليوفيل يعني انا وهذا ارتمي هذا غادي يدير غادي يضرب هنا غنحصل على واحد الكومبوزي كي غيكون رت معايا البال كي غيكون فاول حاجه غادي يكون هو انك تحط دوك الكربون اللي عندك هاد الكربون هذا تحطو عندك سي عندك هنا اخ ان وعندك هنا اخ دو كاينه ولا لا عندك هذا ضرب هذا اللي هو درتو باللون احمر ها هو هادي زعما عندي هاد السي هاد السي ها هو عندو اخ 3 وعندو اخ 4 ومن بعد عندو واحد بي بلس فينيل 3 وهذا عندو او موان راه باينه اشنو غيوقع نديرها بشي لون اخر و هاد موان غادي يضرب هذا للشاش بوزيتيف دونك غادي يوقع لينا غادي يكون عندنا واحد السيكل تما غادي يكون عندنا سيكل دونك عندنا سي اخ دو اخ ان او ثم سي ديال لي زو فوسفور دابا اخ 3 اخ 4 بي فينيل 3 وهاد الرابطه اللي كاينه ها هي من بعد انه غادي يوقع لنا واحد لا غيارونجمون اللي كتسمى حيت قلنا انا ستين رياكشن دو سيكلو اديسيون دو دو لاحظ معايا مزيان شنو غيوقع هنا ف فهمها هاد الرابطة اللي بين او و سي غتجي لنا بين او و سي غتجي ل او و بي او و سي دونك هادي غنجيبها لنا و الرابطة اللي كاينة بين بي و سي غتجي بين سي و سي غتجي لنا يعني غنحصلو على هاد الكومبوزي الاول غادي يكون بحال هكا فعندنا سي هاد السي هدا هو هو اخ ان هو اخ دو الرابطة الاولى اللي هي بالاحمر والرابطة الثانية اللي هي كانت بين سي و بي يعني هكا ثم سي اخ 3 و اخ 4 اللي هو 96 بليس لوكسيد دو تريفيرين فينيل فوسفين اللي هو غادي يكون عندنا هو بي دوبليزون هاد الرابطة تجي لهنا دونك غادي يكون عندنا بي هاهما فينيل أو لاريل بحال بحال لا ليزون الأولى اللي هي بالزرق شتيها اللي غاتجي لهنا والتاني اللي هي أصلا كاينة اللي هي بالخضر ثم او دونك هذا هو الجواب باين ياك دونك يلا ننتقلوا الان للتطبيق باش نفهموا اكثر ننتقلوا الان للتطبيق فكيقول انه كومبليتي لي رياكسيون سيفونت ايدونتيفيون لي كومبوزي ا و بي و سي عطاك الكومبوزي الاول هو البروبانال كتلاحظ انه الان بروبانال البروبانال البروبانال هو كالتالي ال سي اش 3 سي اش 2 سي او اش بلس ليلير دو فوسفور اللي هو لاريل او الفينيل بحال بحال بي دوبليزون سي اش 2 دونك اشنو غيكون هذا الكومبوزي ا هذا كومبوزي ا كيكون ف
كتاخذ سي وهاد لي سبستيون هادو يعني غادي تقول ايتيل سي ثم الهيدروجين هنا كدير واحد الرابطه هنا مثلا لي هادي كتاخذ عاوتاني هاد السي هذا كتعطي الرابطه ثم سي اش دو صافي كتجمع هاد السي مع هاد السي وكتلصقهم زائد هذا راه لا داعي باش نذكره كذلك لاسيتوفينون لاسيتوفينون اللي هو سي اش 3 سي او سي اش 3 ليسان لاريل ولا الفينيل بي دوبليزون سي اش 2 كيعطيك الكومبوزي بي فكدير سي سي اش 3 ثم سي اش 3 دوبليزون دوبليزون ثم كدير هاد سي ثم الهيدروجين الهيدروجين او لا كره بحال بحال سي اش 2 فهم ننتقل الان المثال الثاني اللي هو عطاك سيدي سي اش 3 سي اش 3 ثم سي او سي اش 2 ثم سي اش 2 ثم سي اش 2 ثم سي او اش بليس لاريل بي دوبليزون سي اش 2 فهنا يعني نخدمو دابا المثال ديال السي فهنا كيقول لك لي زالديهيد غياجيس بلي فيت كو لي سيتون هنا ما يمكنش انك دير هذا وهذا لا فانا كتمشي لك الكومبوزي اللي هو البلي رياكتيف لو بلي رياكتيف هو ماذا هو لي زالديهيد يعني انه الجواب غادي يكون هو كالتالي يعني يبقى يعني انه هذا السيتون غيبقى دونك غادي يبقى هذا كما هو سي اش 3 سي او سي اش 2 كذا ديال المرات باش نختصرو ثم سي اش دوبليزون دوبليزون هاد سي اش 2 هذا سي اش 2 اوكي دونك هذا هو الجواب ثم ننتقل الان لسؤال اخر كيقول لك انطلاقا من لاسيتوفينون سي او سي اش 3 كيفاش حصلنا على هذا فينيل سي ثم انا كاينه سي اش 3 ولاحظنا انه كاينه واحد لا دوبليزون سي اش 2 فدائما دائما ان كومبوزي كربوني لو عطاك لالسين عارف انه كاينه لا ديسيون ديال لا ديسيون ديال يعني لا رياكسيون دويتيك هي كتشوف شنو زايده اشنو اللي زاد في دوبليزون هادو اصلا عندك هما هادو زاد هنا سي اش 2 دونك هنا راه تزاد هنا اناريل فينيل بي دوبليزون سي اش 2 حيت هذا هو اللي تزاد